لك الله تحية للمجاهدين المجاهد يا حامينا يا حارس أراضينا والله تضحك علينا لك تحية للمجاهدين نحن هذا النظام ما لاحظناه بأنه لم يوقف إطلاق النار وهو لا يزال بعدوانه السافر على أهلنا في وادي بردة والاعتداء على الغوطة الشرقية وبفضل الله تعالى شبابنا المجاهدين عم يصدوه بكل إمكانيات وإن شاء الله تعالى سندحر هذا الصائل هذا النظام الذي يعني اعتدى على شعبه واعتدى على بلادنا نسأل تعالى أن ينصرنا عليهم الأسد عدو والله والأسد عدو والله والخاين عدو والله في شغلة ما بدنا ننساها اللي هي المجاهدين اللي على الجبهات بهالبرد بهالجوع هلا عم يقضوا المقاضي على الجبهات اليوم مظاهرات حاشدة في مدينة أربين أكد من خلالها المتظاهرون على أنهم رافضين لأي وقف إطلاق النار لا يشمل كافة مناطق السورية من وادي بردة إلى إدلب وحلب وغيرها من المناطق طبعا بالنسبة لاجتماع أستانة الشعب السوري لا يقبل بأي مفاوضات دون وقف إطلاق نار شامل في كل سوريا